من أهم ملامح حلقة اليوم إلى التفاصيل. نبدأ بالملف الأول والمناورة حسم 2020، حيث شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة حسم 2020 التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية في أحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. يأتي ذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسة وعدد من قادة القوات المسلحة. كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. الجيش المصري يحمي ولا يهدد. المناورة حسم 2020. شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى مراحل المناورة حسم 2020، والتي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. بدأت المرحلة بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات الهجومية لمراكز قيادة العدو، وذلك تزامنا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ. كما نفذت الوحدات البحرية عددا من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية الغير نمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة، مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري. كما نفذت مجموعة من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على متن حاملة المروحيات من طراز مسترال. بالإضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح، وذلك بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل، مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي. تمت الفعاليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات،
كما قام عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذة. كما تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطئ، وناقش القادة على كافة المستويات في أساليب القتال وأنسب أسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة. ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واعتزازهما بالجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليهم. تأتي هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نظرا لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة. حضر المرحلة قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. الجيش المصري يحمي ولا يهدد. المناورة حسم 2020. للمزيد من المتابعة أدعوكم للترحيب بضيفي الكريم سادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. أهلا بك سادة اللواء. أهلا بخير. مساء الخير يا فندم. إذا ما بدأنا بالحديث عن المراحل الزمنية أو المراحل الخاصة بحسم 2020، هل من الممكن أن نشير إلى بعض مراحلها أو السقف الزمني لها؟ احنا شفنا يعني المرحلة الأولى اللي تمت من يومين كانت قوات برية بتعمل على البر بيعاونها القوات الجوية كمعاون رئيسي بالنيران، ثم القوات البحرية بتعاونها بالنيران لأنها بتعزك في حالة عملها بحذاء ساحل. النهاردة هذه المرحلة بتركز على دور القوات البحرية في البحر، معركة بتدير معركة بحرية تستخدم فيها كل القطع البحرية من الفرقاطات إلى المدمرات إلى اللانشات إلى الغواصات بكل أسلحتها بكل أنواع الصواريخ المستخدمة فيها. هذه المهمة اللي بتنفذها القوات البحرية في البحر، بيضاف إليها مهمة إنزال قوات برية على البر أو على الساحل. نعم. وبالتالي بيتم قبلها بيسبقها عملية الاستيلاء على رأس الشاطئ. رأس الشاطئ ده يعني جزء من الساحل المفروض قواتنا هتنزل عليه قوات رئيسية. لكي يتم إنزال القوات الرئيسية بنقول إن احنا بنستولي بقوات خفيفة على منطقة تسمى رأس الشاطئ بعمق حتى من كيلو كيلو ونص، عشان نستولي عليها سبقها القوات الجوية بتسكت أي دفاعات موجودة في هذه المنطقة، ثم يتم إبرار جوي من الهليكوبتر بقوات إبرار جوي وقوات صاعقة، يليها قوات الخاصة البحرية اللي هي بيتم إنزالها أيضا ممكن بالهليكوبتر، وقوات أخرى بتنزل من البسائط البحرية اللي هي الزوارف السريعة تستولي على رأس الشاطئ وتؤمن هذه المنطقة لكي تؤهلها لإنزال قوات رئيسية من المدرعات والمشاة الميكانيكي وهكذا. فدي عملية متكاملة بتقوم بها القوات البحرية في تعاون وثيق مع القوات الجوية وأيضا القوات البرية اللي هي تعمل فيما بعد على الشاطئ بعد إنزالها. فإحنا النهاردة بنقول بهذه المناورة أو هذه المرحلة بتكتمل أمامنا تماما أعمال الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة مكتملة، سواء كانت في البر أو في البحر، ومن فوقها القوات الجوية وبيؤمنهم جميعا من البر ومن الأرض ومن القطع البحرية أيضا الفرع الرابع وهو الدفاع الجوي. هذه هي قواتنا المسلحة بجاهزيتها العالية بقدرتها العالية أمام العالم كله لتكتمل رسالة الردع أننا جادون وقادرون على إنزال العقاب الشديد بأي دولة أو بأي طرف يحاول أن يحدث أي أو يهدد أي مصلحة حيوية لنا، سواء كانت داخل أرضنا أو في مجالنا الحيوي خارج حدودنا. في حديث سابق مع حضرتك سيادة اللواء سالم، لعل حضرتك أشرت أن هذه المناورة تأتي في ختام موسم تدريبي بالنسبة للقوات المسلحة، ولكن
ولكن هذه المرة هل تختلف هذه المناورات انطلاقا منه القوات المسلحة تم تزويدها بأسلحة جديدة أو متطورة، فهل هذا يضفي عليها شيء من الاختلاف أو التطور في أداء التدريبات نفسها؟ ما فيش شك أنها المرة دي ربما خدت حجم أكبر. يعني احنا بنقول كلمة مناورة يعني تطبيق عملي لكل ما تدربت عليه هذه القوات خلال العام التدريبي المنصرم والأعوام السابقة، كل دي خبرات بتضاف ليها. ففي النهاية بنختم العام التدريبي بمناورة بتشترك فيها كل الأسرى الرئيسية للقوات المسلحة بحجم كبير من القوات، قد تكون هذه المناورة على الاتجاهات الاستراتيجية كلها في وقت واحد، شمال شرق جنوب غرب أيا كان كل دي، أو على أحد الاتجاهات اللي احنا ايه بنوليها اهتمام أكثر. هذه المناورة بتيجي في التوقيت اللي الاتجاه الغربي في هناك بعض التهديدات والالتهابات اللي موجودة أو ارتفاع درجة الحرارة في الاتجاه الغربي، وبالتالي من خلال هذه المناورة بنرسل رسالة ردع واضحة، ما ردع يعني من قبل أن تشتعل الحرب في هذه المنطقة. احنا بنقول احنا جاهزين، ومن موضع قوة بنقول خلوا أشقائنا اللي بإيد يجتمعوا مع بعض يحلوا الحل السلمي، أما أن يفرض أحد حل عسكري هذا الحل العسكري لن نسمح به، وخاصة إذا كان يهدد أمننا القومي. وتم تحديد خط على الأرض، أي قوات من المرتزقة أو أجنبية هتعبر هذا الخط هنعتبر هذا عدوان وليس تهديد فقط، عدوان على أمننا القومي، وبالتالي سوف يتم التدخل فورا ضد هذه القوات لمنعها من الوصول إلى حدودنا في الاتجاه الاستراتيجي. لعل البعض السياسي لهذه المناورات سأتحدث مع حضرتك عنه لاحقا بشبه التفصيل، ولكن نبقى مع الجانب العسكري، وطبعا أنت رجل مخضرم في هذا المجال، نحاول أن نتلمس بعض المعلومات حول هذه المناورة. معلوم باليقين أن واحدة من القواعد الأساسية في القوات المسلحة أنه العرق في التدريب يوفر الدم في المواجهات العسكرية أو المواجهات في الحرب، طبعا المواجهات المباشرة، ربما هذه قاعدة يعني تربينا عليها أو تعلمناها في القوات المسلحة. لا حقيقي. إلى أي مدى حضرتك تلمس هذا الأمر في هذه المناورة أو جدية التدريب في هذه المناورة؟ هو زي ما بنقول أحد المبادئ لكي بيقول إيه؟ لكي تستمع الحرب استعد لها. المعتدي نحن أمة، زي ما أعلن رئيس الجمهورية نحمي ولا نهدد، احنا ما نهددش، احنا حدودنا، بس اللي هيقرب منها اللي هيهدد أمننا هنقطع إيده، مش هنسمح له إنه يعتدي أو يصل إلينا. وبالتالي هذه رسالة منع، رسالة ردع، يعني قبل ما يفكر، إذا كان بيفكر إن هو يعتدي بقول له أدي قدراتي وأنا قادر ونيتي كاملة ومكتملة أهي، إن أي اعتداء أو أي نية في الاعتداء على مصالحي سوف تواجه بالحسم وبالضربة القاسمة اللي تفوق أي مكاسب بتحاول أنت تحققها على أرضي أو ضد مصالحي. هذه هي الرسالة التي نرسلها اليوم من هذه المناورة اللي هي حصاد لجهود رجالنا القوات المسلحة وفي أفرعها الرئيسية، حصاد لجهود المصريين كلهم الذين أفرزوا هؤلاء الرجال. نعم. اللي بيضحوا بأرواحهم. طيب. من أجل ترابهم الوطني ومن أجل الحفاظ على مصالحهم الوطنية. نقطة. كل هذا الجيش الجرار يفدي أي ذرة رمل وطنية تتعرض لمجرد التفكير في الاعتداء عليها أو تهديد مصري واحد في أي منطقة من المناطق وفي أي توقيت من التوقيتات. ولعل هذه النقطة الأخيرة كنت أريد أن أختم بها مع حضرتك، ولعل حضرتك سبقتني إليها، وهي ملمح من ملامح البعد السياسي لهذه المناورة. فكرة أنه كون أن المناورة تجرى في الغرب أو على حدودنا الغربية، ربما الرسائل التي تصدر منها تتخطى يعني حدودها الجغرافية إلى جميع الاتجاهات وجميع التحديات التي تواجه مصر في أي مكان. قدرتي العسكرية ظاهرة، وهذه القدرة ليست لهذا الاتجاه فقط، ولكن أي اتجاه يكون في تهديد سيكون هناك مواجهة بحسم بهذه القدرات القتالية اللي العالم كله أصبح يراها رؤية العين. أشكرك شكرا جزيلا، ودائما يعني نسعد بوجود حضرتك معنا. سيادة اللواء نصر سالم،
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. طبعا المناورة كما أوضح سيادة اللواء ربما فعالتها مستمرة، ويقينا ستحظى بقدر من التغطيات الإخبارية المستمرة مع حضراتكم على امتداد الساعة. نتحول إلى واحد من